يبقى صدقة حلال. احنا ورانا ميعاد مهم في مصر. يا خبر اسود ومنيل. ما تخافش دي نايمة. يخلق من شبه 40. شبه مين يا فندم؟ بنت عمي. بنت مين؟ عمي عبد الفتاح الخالق الناطق، كأنكم انصبيتوا في قالب واحد. السئام، الخصر، الدراعين، الصوابع، بس في فرق واحد. لما حققت ما لقيتش في صباحها دبلة الجواز. يبقى اتأكدت ان انا مش بنت عمك. انا اتلخبطت، اصل سايبة في مصر متخانقة مع جوزها خناقة الرب السما. قلت مسكينة يا رؤية، حلمي عملها، حلمي طلقها، حبيت اطمن. قمت رفعت الاشارب من على وشها. بالظبط، علشان اصحيها واسالها ايه اللي جرى. وبعدين استغربت، جرى ايه لبنت عمي لما كانت على ذمه جوزها؟ ما كانتش بالحلاوه دي. هما الستات لما بيتطلقوا بيحلووا ولا ايه؟ تعرف انا كمان اول ما فتحت عينيا شبهت عليه. والله كان لنا واحد قريبنا الخالق الناطق زيك تمام، الله يرحمه بقى. مات؟ مقتول. ده ساتر الرب. ومين اللي قتله؟ واحدة ضربته على نفوخه صف الدم. ليه بس؟ هو كان عمل ايه؟ أصله قليل الأدب ورزل ودمه تقيل كمان. حالا دلوقتي تعرف لي اسمها ايه؟ ونازلة فين؟ ومع مين؟ وكريمة هانم يا أستاذ، المفروض تسافر مصر النهاردة علشان تحتفلوا بالخطوبة رسميا. أنا فسخت الخطوبة وأرجوك ما تضيعش وقتي بقى، روح اعمل زي ما قلتلك. عن إذنك بقى عايدة. الله، ماشي يا كمال. أيوه. مش كنت بتقول هتقعد مع بابا شوية؟ معلش، أصل منتظر مكالمة من مصر. طب مع السلامة يا كمال. بابا. بابا. عايدة، ايه اللي جابك بدري من البلاز؟ واحد ثقيل عاكسني فور دمي. شكله ايه؟ جنسه ايه؟ طويل ولا قصير؟ تخين ولا رفيع؟ غني ولا فقير؟ يا سلام عليك يا بابا. وكمال ابن خالتك كان فين ساعتها؟ ما شافوش. المفروض يشافه، كان هيعملوا ايه يعني؟ ده زي الطور خيبه. كمال انسان رقيق. رقيق الحال. ايه رايك انه عرض عليا الجواز دلوقتي؟ خبر يسود؟ جواز؟ وقلت له ايه؟ ما ردتش عليه لا بقى ولا بلا. وليه مش لا؟ يمكن احبه في يوم من الايام واقول له اه. مش هتقوليها ابدا. مين عارف، كل شيء اسمه نصيب. عايده، انت عارفه ظروف الماليه جنسها ايه؟ فلازم تنقي عريس غني. مش انا اللي هنقي يا بابا، قلبي. قلبك؟ عن اذنك هطلع اخد حمام. حمام؟ طب
طب ممكن تحجز لنا جناح باسم السيد مراد سالم؟ بس للاسف ما عندناش جناح فاضي. لا تفضلوا جناح باي شكل باي تمن. قول للسيد مراد يشرف في اي وقت. متشكر. سعاده الباشا، سعاده الباشا. ايه ده؟ والواحد يعرفش يرتاح شويه؟ دقيقه واحده يا سعاده الباشا ارجوك. واحده مفيش غيرها. نعم اتفضل. ايه حساب الجناح؟ 3 اسابيع. 3 اسابيع؟ وايه اللي مسككم لدلوقت؟ والله يا فندم احنا كنا بنقدم الفواتير كل اسبوع، سعادتك اللي طلبت نقدمهم كل 3 اسابيع كده. طيب دلوقتي انا بطلب تقدموها كل 4 اسابيع. سعاده الباشا ارجوك، دي اوامر الاداره. ما هو لو صممتم انا مش هدفع. انا عينتي يا فندم. لكن لو استزوقتم ولا طلبتوش مني وقلتوا يا صابر باشا احنا مش عايزين الحساب، شوفوا انا هعمل ايه. طيب يا صابر باشا احنا مش عايزين الحساب كده. متشكر ممنون يا سيد صابر. سيد؟ يا حصلت لحد كده؟ الجناح اللي سيادتك نازل فيه اتحجز خلاص للسيد مراد سالم، ارجوك من غير احراج. سلامة. اهلا. الحمد لله على السلامة يا اكسلانس. الله يسلمك. الجناح جاهز؟ موجود تحت امرك. تحت امره ازاي؟ هي ايه؟ سلطة؟ مين؟ صابر باشا عبد الصبور؟ ايوه انا صاحب المعالي صابر باشا عبد الصبور، وزير الاوقاف الاسبق ورئيس مجلس الشيوخ. طيب يا فندم تسمح لي اقدم لك نفسي؟ مراد سالم. السيد مراد سالم السري المعروف صاحب مصانع الغزل الرفيع. ابن سالم باشا فهمي. ابن سالم باشا فهمي؟ لا. اتفضل يا سعادة الباشا استريح. اهلا اهلا، الله يصبحه بالخير والدك، ده راجل امير. كان يا سعادة الباشا، هو مات، تعيش انت. ايوه صحيح. سالم باشا فهمي كان راجل ممتلئ. هو فعلا كان سمين شوية. لكن الظاهر انت طلعت لوالدتك. سعادتك تعرف ماما؟ امال الله يصبحها بقى بالخير اذا كانت عايشه، ويرحمها اذا كانت متوفيه. والله لسه عايشه يا سعاده الباشا. احسن خليها. ووالدك بقى ساب لك الجمل بما حمل؟ ايوه يا فندم. وانت بقى اللي بتدير المصانع؟ ايوه بس مرتبك، مش لاقي حد يعاوني. انا لسه طارد سكرتير عام الشركه. لازم كان مهمل. ابدا. مرتشي؟ يا ريت. حرامي؟ يا ريت. امال ايه؟ على ايامنا ما كانش فيه غير كده. شاب يا سعاده الباشا، نغنوغ، عنده شهادات لكن ما فيش خبره. فهمتك. لذلك اول ما شفت سعادتك قلت لنفسي يا هل ترى الباشا يتكرم ويتعطف ويقبل المركز ده. ايه؟ سكرتير عام بمرتب شهري 200 جنيه من امتى؟ من بكره اذا حبيت. يا تعالى. ايوه يا سعاده الباشا. اخفي دول دلوقت، انا متنازل عن الجناح بتاعي للاستاذ مراد. مستحيل، ما تجيش ابدا يا سعاده الباشا. اسمع الكلام وشوف لي انا اوضه على البحر. الاوضه علشاني انا يا سلامه. علشاني انا. ما تتعبش نفسك، روح يا سلامه، روح خلاص. امرك يا اكسلانس. بعدين معاك. بالمناسبه السعيده دي اسمح لي اعزمك الليله على العشاء. مفيش مانع، بس انا ما اقدرش اسهر لوحدي. الظاهر سعادتك لك شله معينه. ايوه شله صغيره حلوه ومحندقه. صاحبتك؟ لا بنتي. سعادتك ليك بنت؟ من زمان. يا ترى تقبل دعوتي على العشاء؟ ليه لا؟ على الاقل فرصه تتعرف عليك. احنا مش بقينا فاميليا واحده. طبعا يا سعاده الباشا. مال طبعا اذنك اما اطلع اقول لعايده. طب يا فندم منتظركم في الكازينو الليله. وهو كذلك. عينة يا روحي. باركيلي يا حبيبتي. خير يا بابا؟ اتعينت سكرتير عام بمرتب 200 جنيه في الشهر. صحيح. المكافآت والعلاوات والحلويات. مبروك.
وتعينت فين؟ في مصانع الغزل الرفيع، وصرفك عندي الا بعد شهر حقلبها غزل تخين. اعمل حسابك احنا معزومين على العشاء الليلادي. ومين اللي عزمنا؟ صاحب المصانع السر المعروف مراد سالم. ابوك كده؟ مام ابوك حرف وفهلوي، ادعيت ان اعرف ابوه وامه وسقت عليه القلاطه والبشويه، خليته بس ايده وقع في عرضي. مام كلفته. أمال فين الأستاذ مراد؟ جاي خالد أستاذ الباشا. ده كله إيه؟ ده كله واخد بالك؟ بيبلفني، خايف أرجع في كلامي. هيلاقي منين وزير أوقاف أسبق يشتغل سكرتير عام؟ لما شاور لك بالمنديل زحلقه، فاهم؟ مفهوم. إيه قلة الذوق دي؟ حد يقسم ناس وما يبقاش موجود. طولي بالك، ده انت لما حدسه فيه هيعجبك قوي قوي. بونسوار سعادة. بونسوار اكسلانس، اهلا وسهلا. تسمح لي اقدم لك كريمتنا عايدة الاستاذ مراد سالم. تشرفنا يا فندم. اتفضل يا اكسلانس، اتفضل. متشكر يا فندم، اتفضل. ميرسي. اهلا. ويسكي. هسيب بقى الكوبايه الاولى. يا باشا انا سعيد جدا انك اتنزلت وقبلت دعوتي لله دي. العفو يا استاذ مراد، والله العفو. الحقيقه ده شرف كبير. يا سعاده الباشا، انا مهما قلت لك مش هقدر اعبر عن شعوري. فعلا كان حظي سعيد ان انا اتعرفت بيك الصبح وكلمتك. شكرا، متشكر، متشكر جدا. انا كنت عايش وحيد، تايه، حيران، لغايه ما شفتك، لغايه ما لقيت الحاجه اللي كانت ناقصاني. انا عرفت باشوات كتير، انما عمري ما عرفت باشا زيك. لطيف وظريف ودمه خفيف. يا ترى يا باشا بتبادلني نفس الشعور؟ الله، انت ساكت ليه؟ زعلان مني؟ ابدا. طب ما تتكلم، ما ترد عليا يا باشا. ما بس انا محتار بعد كلامك اللي زي السكر ده، بذمتك اقول له ايه يا عيد؟ انا اسف يا هانم، الكلام خدني مع الباشا. صوب يا باشا. متشكر. الهانم. متأسفة، أنا ما بشربش حاجة مش على نفسي. بس جربيه، ده خفيف خالص. بيتهيألك، ده بيلطش. الظاهر الهانم ملهاش مزاج. فعلا، مزاجي متعكنن ودمي فاير. ليه يا عايدة؟ حصل إيه؟ ولا حاجة، بس افتكرت الجدع السقيل اللي عاكسني على الفلاش. يا شيخة، افتكر إن حاجة عيد. لا، قد كده سقيل. هو سقيل بقى، ده رزق. مش يمكن بيستلطفك وبيحبك؟ بقى إيه؟ حب بورس. يا سعادة الباشا، انا قصدي اقول يعني ايه؟ ما قصدكش ولا حاجه، ما تحاولش تدافع عنه، ده راجل لوح. مش كده يا باشا، هدي اخلاقك. يهدي اخلاقه ازاي اذا كان بيقول لك لوح؟ انا كل ما بفتكره دم بيفور، قسما بالله العظيم لو شفته لرقع له صداعه. لا يا بابا، مش للدرجه دي. طب وشرفك عندي، لقلع الجزمه وادي له بيها على نفوه بس اعرف هو مين. بابا. واحد ويسكي من فضلك. بتقولي ايه؟ يا بابا والله العظيم. ما هو مش معقول. تصور بتقول ان هو موجود هنا وساكتة. الله، هو فين؟ ورهولي، شاوريلي عليه. انا بس عايزاك تقول له حاجة. انا مش هكلمه، انا هديه بالشلول. معلش يا باشا، امسحها فيا انا. مستحيل. كأني انا اللي كنت بعكسها. ما صحي تشبه نفسك بحيوان زي ده، هو فين؟ خلاص يا بابا اقعد، انت كأنك شتمته وضربته بالظبط. ناس حوش، ناس دون. لماذا؟ تليفون يا سعادة الباشا. عن إذنكم. يا
الو الو سعادة صابر باشا عبد الصبور وزير الاوقاف الاسبق. ايوه انا صابر باشا. مكالمة شخصية من مصر يا فندم. ايوه خليك معايا. معك. خليك معايا. ايوه معاك معاك. الصبح كنت سائله قليل الادب ودلوقتي حيوان. مين عارف بكره هتبقى ايه؟ ايه الو الو في عرض النبي الو الو يا ترنك الو الو. سعادة صابر باشا عبد الصبور وزير الاوقاف الاسبق. انا زفت الطين. خليك معايا خليك معايا. انا معاك من الصبح. لا مؤاخذة يا سعادة الباشا اصل الخط عطلان. ممكن تنفخ لنا في البور شوية؟ حاضر. انفخ. اهو. يعني ما عملش حاجة النبي. في صحتك. ما بشربش. طب تسمحي لي بالرقصة دي؟ ما برقصش. الو الو الو. طب مفيش نفخ على ما الو. ايه سعادة صابر باشا عبد الصبور وزير الاوقاف الازمات. يا سيدي انا والله العظيم انا. استمر بالنفخ. راجل نفس ده انا ولا كأني حداد بينفخ في كور. اهو اهو انا دخت يا عالم. الو ترى بابا اتأخر كده ليه؟ يعني بتشربي ده كمال. كمال.